بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اليوم محاضرتنا في مادة الطفيليات الطبية. كنا المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن طفيل اسمه انتاميبا هيستولوتيكا، وهذا الطفيل الحركة تبعته عن طريق السيد بودا والتغذية عن طريق البلعمة. اليوم إن شاء الله موضوعنا الفلاجيليت. في انترودكشن باراسيتيك بروتوزوا which possess web-like flagella and their organ of locomotion are called flagellates and classified as. يعني هي عبارة عن طفيل وإله فلاجيلا أو أصوات، أو يتحرك عن طريق الأصوات. classification تبعه الفايلم ساركو ماستيغوفورا، سب فايلم ماستيغوفورا، الكلاس زو ماستيغوفورا. هذا كلام طبعا depending on their habitat، على أساس مكانه أو مكان المعيشة تبعته. they can considered under lumen dwelling flagellate، يعني بيكون في تجاويف الأمعاء الدقيقة في جسم الإنسان. flagellate found in alimentary tract and urogenital tract، في القناة الهضمية والقناة التناسلية. في نوع ثاني اللي هو الهيموفلاجيليت، فلاجيليت فاوند ان بلاد اند تيشو، بيكون في موجود في الدم وفي الخلايا. موست لومينال فلاجيليت ار نون باثوجينيك كومنزلز، يعني معظم اللومين فلاجيليت اللي هي بتعيش في الامعاء الدقيقه بتكون نون باثوجينيك. طبعا في منها باثوجينيك، خلينا نشوف ايش تو اوف ذم كوز كلينيكال ديزيز، يعني اثنين منهم احنا قلنا انه نون باثوجينيك معظمهم، وفي اثنين منهم اللي هو بيعملوا او بيسببوا امراض للانسان. الجارديا لامبيليا اول واحده من اللي بتسبب امراض، والترايكوموناس فاجيناليز which produce vaginitis and urethritis. اول حاجه نشوف الجارديا لامبيليا، اول طفير معانا الجارديا لامبيليا. it is the most common protozoan pathogen and is worldwide in distribution، يعني شائع جدا ومنتشر في جميع انحاء العالم. الهابيتات او طريقه المعيشه، جارديا لامبيليا lives in the duodenum and upper jejunum and is the only protozoan parasite found in the lumen of the human small intestine. يعني الجارديا لامبيليا بتكون موجوده في الديودينم اللي هو الاثنى عشر، اللي هو الامعاء اللي تلي المعده مباشره، وفي الابر جوجينم برضو الجزء العلوي من الامعاء الدقيقه. بنشوف هذا المورفولوجي لهذا الطفيل. it exists in two forms، هو في شكلين عندنا، التروفوزويت المتحرك والسيست الكامل. في عندنا قلنا احنا لومن دويلينج فلاجيليت اللي هي موجوده في الانتستين، والهيموفلاجيليت اللي موجود في البلاد والتيشو. اللومن دويلينج فلاجيليت اللي هي الجارديا لامبيليا موجود في الدودينم والجوجينم، ترايكوموناس فاجيناليز موجود في الفاجينا وفي اليوريترا، ترايكوموناس تينكس وترايكوموناس هومونيز والشيلو ماستكس ميسنيلاي والانتيرومونس هومينز وريتورتا مونس انتستيناليز والداي انتاميبا فراجيلز. هذول هم اللومن دويلينج اللي موجودات في الامعاء الدقيقه. بالنسبه للهيموفلاجيليت اللي هي الليشمانيا سبيشيز والترايبانوسوما بروسياي والترايبانوسوما كروساي، هذول اللي موجودات في الدم والتشو. هنتكلم عن شكل التروفوزويت اللي هي الجارديا لامبيليا.
نيتروفوزايت از شيب اوف تنس راكت، يعني زي المضرب التنس، وبيشبه الشكل زي الهارت او شكل حبه الكمثرى. اند از راوندد انتيريور، بتكون دائريه في الامام، وبوستيريور بوينتد بوستيريور، بتكون دقيقه او رفيعه من الخلف. تمجر 15 بالطول مايكرومتر في 9 مايكرومتر في العرض، والثيكنس 4 مايكرومتر. دورزلي it is convex، يعني من ناحية الظهر بتكون محدبة. ventricle من البطن it has concave، مقعرة. sucking disc which helps to attach to the intestinal mucosa، يعني بتكون الventricle اللي هو البطن موجود في sucking disc عشان يساعدها على الالتصاق في جدار الأمعاء. It is bilaterally symmetrical، يعني متساوي الجانبين. One pair of nuclei، زوج من النويات. Four pairs of flagella، أربع أزواج من الأصوات. Blepharoblast، from which flagella arise four pairs، يعني أربع أزواج من الأصوات. One pair of axostyle running along the midline، زوج واحد اللي بيعمل running حركة في midline. Two sausage shaped barabasal or medium body، في عندي اثنين من الأجسام زي السجق يعني معكوفات. lying transversely posterior to the sucking disc، يعني محيطات بالقرص الامتصاص. the trophozoite is motile with slow oscillation about the long axis often resembling falling leaf، يعني التروفوزويت بيتحرك حركة اهتزازية بسيطة تشبه الورقة وهي ورقة الشجر وهي واقعة بتلف. السيست الطور الساكن أو الطور المعدي. It is infective form of the parasite، يعني هو اللي بينقل العدوى. The cyst is small and oval measuring من 12 في 8 ميكرومتر and is surrounded by hyaline cyst، يعني محاط بدبل لاير من الهيالين. It is internal structure، يعني التركيب الداخلي من السيست include two pairs of nuclei، يعني زوجين من النويات، وبكون اليانج سيست فيها بيكون اثنين زوج واحد، لكن الادلت بيكون فيها تو بيرز زوجين من النويات. ايانج سيست كونتين وان بير اوف نيوكليي، يعني اليانج يحتوي على الزوج واحد. دي اكسوستايل لايز دايجونالي forming dividing line within the cyst wall، يعني في عندي خطين اللي هو الاكسوستايل اكسوستايل لاين، هذا بيقسم السيست الى نوعين longitudinal بالطول على طول. remnant of flagella and sucking disc، يعني في عندي اللي هو اللاترال aspect او المنظر الجانبي، وفي المنظر الفنتريكال البطني. ففي نوع يعني حسب الحركه ممكن تكون بين اللاترال من الجنب ومن الفنتريكال. هنا طبعا الشكل بيبين التركيب الداخلي للتروفوزويت والسيست. في عندي في الشمال او الاي sucking disc
اللي هو القرص الامتصاص او اللي بيساعد على التصاق التروفوزويد في جدار الامعاء. بيزل بادي او فلاجيلا اللي هو اللي بيطلع منه الفلاجيلا البيزل بادي. النواة نيوكلاس 2 زوج من الانويه في التروفوزويد، لكن في السيست بيكون موجود في عندي زوجين، واذا كانت يانج السيست بيكون في زوج واحد. برابيزل بادي، البرابيزل بادي اللي هم اللي زي السجق اللي قلنا الاثنين المعكوفات هذه دول. فلاجيلا 4 بيرز من الفلاجيلا، طبعا هذه بتساعدها على الحركه الاهتزازيه قلنا. هذا طبعا منظر جانبي. ساكنج ديسك في عندي اللي هو البي ساكنج ديسك، هذه بتساعد التروفوزويت على الالتصاق بجدار الامعاء الدقيقه، وفي النواه وفي الفلاجيلا 4 بيرز. بالنسبه للسيست اللي هي رقم سي، السي طبعا في زوجين من النيوكلياي زوجين، وفي الاكسوستايل اللي هو الخط الفاصل في النص موجود، ونيوكلياي واثنين نيوكلياي طبعا، والبارابيزل بادي، البارابيزل بادي اللي موجود في السيست. بالنسبه للجارديا لامبيليا لايف سايكل، جارديا باسز ات لايف سايكل ان وان هوست، يعني ممكن من نفس الهوست تنتقل العدوى. انفكتيف فورم اللي هو الماتيور سيست، الماتيور سيست طبعا لازم تكون السيست ماتيور علشان تقدر تنقل العدوى. مود اوف ترانسميشن، مان ريكواير انفكشن باي انجستشن اوف ذا سيست ان كونتامينيشن ووتر او فود، يعني حسب الطعام الملوث في السيست بتخش المعده، والسيست لازم تدخل المعده عشان تنقل العدوى. Ingestion of as far as 10 cysts is sufficient to cause infection in man، يعني 10 من السيست كافيه انها تنقل عدوى. Children are commonly affected، طبعا الاطفال شائعه جدا انه تنقل العدوى. Direct person to person transmission may be occur in children male homosexual and mentally ill person، الاطفال طبعا بسهوله تنتقل، والهوموسيكشوال والمنتلي ال المريض عقليا. اللايف سايكل تبعت الجارديا لامبليا، مجرد انه ما تدخل السيست في الاستومك تبعت الشخص، وقلنا احنا 10 فقط من السيست الماتيور سيست كافيه انها تنقل العدوى. فمجرد ما تخش في الامعاء او الديودينم وبتتحرر وبتصير التروفوزويد، وبعدين بتتحول انسيستيشن، تتحول ل بعد ما تنقسم طبعا عده انقسامات بتتحول لسيست، وبتخرج وبتصير عائل معدي ممكن ينقل العدوى. في حالات خاصه ممكن تزيد انتقال العدوى اللي هي زي مين؟ زي بلاد جروب A، واللي بيستخدموا كنابز اللي هو الحشيش، نوع من الحشيش، والكرونيك بانكرياتايتس، والميل نيوتريشن سوء التغذية، والهايبو جاما جلوبيونوليميا. within half an hour، خلال نص ساعة of ingestion ابتلاع السيست، the cyst hatch out into تو تروفوزويد، يعني بتتكون اثنين تروفوزويد من السيست، which multiply successively by binary fissure and colonize in the duodenum، يعني بتنقسم
يعني تنقسم الى اثنين، وبعدين بيصير انقسام ثنائي باينري فيشن، طبعا اعداد اكبر. دي تروفوزويت ليف ان دودينام، التروفوزويت بيسكن في الاثنى عشر اند ابر اوف جيجونم والابر سايد من الامعاء الدقيقه. فيدينج باي بينوسايتوزيز، يعني طبعا بيتغذى على كرات الدم. During unfavorable condition incestation أو incestment، يعني بتحول التروفوزويت إلى cyst occur usually in colon، بيكون موجود في القولون. Cyst are passed in stool and remain viable in soil and water for several weeks، يعني بضل موجود في الأمعاء ممكن أسابيع ويكون انفكتيف، يعني بيكون ممكن ينقل العدوى. There may be 200,000 cyst passes per gram of feces، يعني 200,000 cyst الطور هذا بيطلع في الجرام الواحد من الفيسز من البراز. الحالات المرضية اللي بتسببها الجارديا لامبليا، جارديا لامبليا is typically seen with the crypt of duodenal and jejunal ميوكوزا. هي طبعا بنلاقي الجارديا في اللي قلنا زي الاثنى عشر والجزء العلوي من small intestine. It does not invade the tissue، لا يعني تغزو الخلايا. But remain tightly adhered to the intestinal epithelial by means of sucking disc، لكن بتضلها ملزقة في جدار الأمعاء الدقيقة. They may cause abnormality of villus، اللي هو بتسبب حالات غير طبيعية بالنسبة للشعيرات المبطنة للجدار الأمعاء الدقيقة. By cell apoptosis، موت الخلايا and increase the lymphatic infiltration، وبعدين بيسبب في تسرب الليمف من الخلايا. Loss of brush border epithelial of intestine lead to the efficiency of enzymes including disaccharides. طبعا فقدان الجدار المبطن للخلايا بيؤدي الى فقدان الانزيمات اللي بتهضم الدايساكارايدز. Variant specific surface protein، اللي هو التغير الانتيجين تبع الجارديا مكوناته. Variant specific surface protein of جارديا play an important role of virulence and infectivity of the parasite، يعني تغير البروتين الجي اللي بيسبب انه الانتيجين فبيعمل انتشار في المرض. Antigenic variation helps the parasite to evasion of the host immune system، يعني تغير الانتيجين بالنسبة للجارديا لامبليا يؤدي إلى أنه هروب من الجهاز المناعي، أنه ببطل الجهاز المناعي يتعرف على هذا الأنتيجين. Often they are asymptomatic، يعني بنكون عديم الأعراض أو لا يوجد أعراض. But in some cases guardia may lead to mucus diarrhea، بيصير عنده إسهال مع الميوكس مع التهابات. Fat meal absorption، برضو عسر هضم الفات ومغص في البطن. The stool contains exists mucus and fat but no blood، يعني البراز يكون يحتوي على زيادة في الفات لكن ما فيش blood.
children may develop chronic diarrhea. بصير عنده diarrhea أو إسهال مزمن. Meal absorption برضو عسر هضم الفات وعسر هضم الفيتامين A والB complex, folic acid, البروتين, sugar like xylose, disaccharide, weight loss. كل هذه الحاجات ممكن تصير عند المريض. Chronic guardiasis المزمن be due to failure to development of immunoglobulin اللي هو الـ A against specific guardia antigen, يعني نتيجة فقدان أو عدم فعالية الإميونوغلوبولين. Occasionally guardia may colonize the gallbladder causing biliary colic and jaundice, يعني ممكن يصل الجارديا تصل للغدة الصفراوية وتعمل jaundice وتعمل مغص طبعا قبلها وتعمل jaundice. Incubation period is varied but is usually about 2 weeks. Incubation period عبارة عن يعني غالبا تكون. Laboratory diagnosis, إيش الفحوصات اللي ممكن نعملها في المختبر؟ Guardiasis can be diagnosed by identification of cyst of guardia lamblia in the formed stool. يعني في الformed stool بيكون موجود cyst, لكن التروفوزويت لازم يكون في loose stool أو semi-liquid stool and trophozoite. And the trophozoit and cyst of the parasite in diarrheal stool بتكون في الدياريا. On microscopic examination, fecal specimen containing guardia lamblia may be an offensive odor, يعني في ريحة كريهة جدا. Are pale colored, بيكون لون فاتح. And fatty and float in the water, يعني لما نشوف البراز في المية بيكون طبعا نتيجة وجود الفات فبيطفو على سطح المية. On microscopic examination, cyst and trophozoite can be found in the diarrheal stool by saline and iodine wet mount, يعني ممكن تبين في الwet mount سواء كان السالين أو الايودين. Often multiple specimens need to be examined and concentration technique like formal ether or zinc acetate are used. يعني ممكن لو كانت الـ cyst والتروفوزويت أعداد قليلة ممكن نعملها طريقة الconcentration. In asymptomatic carrier, only the cyst are seen. يعني اللي ما لهوش أعراض أو مش باين عليه أعراض بيكون في السيست. Treatment. Metronidazole 250 لمدة 5 إلى 7 أيام. Single dose. Cure rate. يعني العلاج الفعال with metronidazole are more than 90%. 90% بيعطي نتيجة فعالة. تينيدازول is more effective than metronidazole. Only symptomatic cases need treatment. يعني إذا كان في أعراض على المريض ممكن أعطي علاج. لكن بدون أعراض ما بعطي علاج. Guardiasis can be prevented by the following measures. يعني الحاجات هذه ممكن أعمل preventing أو منع لانتقال العدوى. Proper disposal of waste water and feces, يعني التخلص من الفضلات بطريقة جيدة. Practice of personal hygiene like hand washing before eating and proper disposal of diaper. طبعا أنا بحاول أتخلص أنا من زي ما قلنا من الفضلات بطريقة جيدة وأهتم بالنظافة وأغسل إيدي قبل وبعد الطعام.
prevention of food and water contamination. أنا بحفظ الطعام من contamination. Community chlorination of water is effective for inactivating cyst. يعني الكلور استعمال الكلور في المية ممكن يقتل السيست. Boiling of water and filtration by membrane filter are required. ممكن أنا أعمل filtration برضو بالإضافة للغلي. في diagnostic أو laboratory diagnosis كيف أنا بدي أعمل فحوصات التشخيص. Stool examination هذا طبعا واحد من examination الهامة. والانتيرو تيست الفحص الداخلي. والسيرولوجيكال تيست زي الإلايزا والسيرولوجي. مولكيولار دياجنوزز اللي هو الدي ان اي والبي سي ار.